المحترم، كيف تتعرفوا المكتب الوطني السكك الحديد يتوفر على واحد المخطط طموح باش نغطيو المغرب كله بشبكه سككيه تشمل هذا المخطط 1300 كيلومتر من الخطوط السرعه الفائقه و3800 من الخطوط السككيه الكلاسيكيه باش نربطوا 43 مدينه عوض 23 حاليا، وباش ناملوا النقل السككي ل 87% من الساكنه الوطنيه عوض 51% حاليا. الغلاف المالي ديال هذا المخطط الضخم 400 مليار ديال الدرهم، تيتضمن هذا المخطط شبكه خاصه بالسرعه الفائقه عندها جوج ديال المحاور، المحور الاطلسي اللي تربط ما بين طنجه وكادير، المحور المغاربي اللي تربط بين البيضاء ووجده وغادي يمر بمدينه فاس. ولكن تيشمل هذا المخطط ايضا مشاريع باش نوصلوا السكه ل 14 الميناء وال 12 المطار، الى جانب مشاريع مستقبليه تاليه. مشاريع باش نحافظوا على المتانه ديال الشبكه الحاليه، مشاريع باش نربطوا الموانئ الجديده باش نساهموا في قطاع الموانئ والصناعه واللوجيستيك، مشاريع ايضا توسيع شبكه الخطوط العاديه في اتجاه مدن المملكه غير الموصوله بخدمات سككيه، ومشاريع توسيع شبكه اللي تكلمنا عليها السرعه الفائقه. هاد المشاريع ايضا داخل فيها المشروع ديال التنقل السككي ذو يعني الجوده العاليه او ذو الطاقه العاليه اللي غادي خصنا نوصلوه للمناطق الحضريه المكتفه بحال منطقه الدار البيضاء منطقه الرباط اللي غادي نعملوا عليه ايضا. المكتب قام بالدراسات التمهيديه، تيبقى بالطبع كاينه اولويات في التنزيل ديال هذا البرنامج الطموح، ونتمنى ان شاء الله نقدروا نعلنوا على انطلاقات ديال المشاريع في الاشهر المقبله القليله. شكرا.